مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة معي أنا شيف نجود سعد الدين ببرنامجنا خمس نجوم. مش عارفة أنا اليوم رايقة شوي، مش نايمة مبارح، البنات مسهريني، بس هيك مودي رايق، فحبيت اليوم أعمل باستا من الصفر. بدنا نعملها أنا وياكم. في عندي طحشة مشرومات، بدنا نعمل شوربة وبدنا نعمل معكرونة، كتير زاكية صراحة. نبلش أول إشي بالباستا. هلأ في كتير طرق لتنعمل المعكرونة فيها، بس أهم إشي الطحين والبيض فقط، تمام؟ هلأ في شفات شو بيعملوا؟ بخلطوا بين السميد والطحين، طحين زيرو، لازم يكون نسبة الجلوتين فيه كتير عالية. وفي شفات بيستعملوا فقط صفار البيض مش البيض كامل. انا رح استعمل بيضه كامله، ليه؟ لانه انا عضلاتي ما في عضلات وما في شيء فيه حيل اقعد ارق واعملها، فهذا رح تساعدني شويه بالعجينه نفسها وبرضه طعمه زاكيه. نعملها اولد ستايل، ايدي نضاف، وانا من الناس اللي بحب امسك عجينتي بكل الاحوال. نعمل حفره بالنص. شوفوا إذا الواحد تعبان مش طايق حاله زهقان اعجنوا، هاي ثيرابي، علاج طبيعي العجن. أي واحد، بسم الله، 2. شو حطيت أنا عندي هون؟ حطيت 2.5 كوب طحين وحطيت 4 بيضات كاملين. في باستا بيكون لونها أحمر، أسود، أخضر. الأخضر من أي شيء أخضر، سبانخ. الأحمر من الشمندر. الأسود يا من الفحم يا من حبر الأخطبوط. لما نيجي ندخل لون على الباستا ما مندخله بالعجين الطحين، نخلطه بالسائل تبع العجينة اللي هو البيض. بدي أرش رشة ملح. الباستا اللي مملحة ضروري، المية اللي بدنا نسلق فيها الباستا لازم تكون نسبة الملوحة فيها كويسة. طيب شو بدنا نعمل؟ نتفه ونخلط. يلا بسم الله، منلم ومنعجن، نلم ومنعجن. يا الله، هاي هلأ شو حكينا؟ بدنا وقت. يا جماعة تفتت زيتون، هون الصبر أهم إشي. إمتى بعرف إنها خلصت لحالها؟ تتشكل وما بتوقع علي. هلأ قبل ما بدي أجي أشتغل فيها لازم ترتاح. بلفها وبتركها عشان أرد أستعملها بعدين. يفضل أعملها قبل بليلة وأستعملها بعد بيوم، يفضل. بس إذا ما عندنا الوقت، ساعة نص ساعة تمام، وبالتلاجة. اوكي طيب، راح احطها بالتلاجة وانظف حوالي وابلش بالشوربة. يلا طيب، للشوربة اللي راح نعملها اليوم بالفطر عندي اكثر من نوع فطر. واحد من الانواع اللي انا بعشقها وكثير بحب اني استعملها فطر اسمه الشيتاكي مشروم. هذا هلا هذا نوع الفطر بوصلنا على عمان أو على الأردن وبشكل عام تقريباً كل الأرض، بيكون ناشف زي هيك،
عشان أقدر أتعامل معه وأقدر أخذ وأعطي معه بدير عليه مية سخنة وبتركه شوي. بقلب اسمعوا ريحته من أزكى الروائح ممكن تشموها بحياتكم بالمطبخ. هاي واحد. تنين طبيعته لحمي. هلا عشان أقدر أتعامل معه بدي أخذ مي سخنة وأدير عليه. ميته كتير زاكية ما تكبوها بتجنن. كتير في شفات بيستعملوا المية تبعيته بالأوتيلات لا يعملوا الريزوتو. ريزوتو بالفطر روعة 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 ولا أزكى من هيك. طيب خلينا نطشطشه. المية اللي عم بديرها على الفطر تعيت الباستا لسه مش مملحة، ديروا بالكم. وهذا برجعه هون بعدين برجيكم كيف رح نشتغل فيه. طيب نبلش الريحة. ريحة هيك أرض على على اوف روعة. I love it. طيب عندي بصل على لأنه شوربة الفطر تبعيتي رح تنضرب بالخلاط، فالتقطيعة تقريبا مش كتير مهمة. واحد اثنين. أكتر إشي بكره أعمله قدام الكاميرا إني أقشر بصل ملهاش صاحب. رح أحط زيت زيتون وزبدة. تمام؟ مية مية. بصل الله. عندي تومة حبة كبيرة. الشباب معي لحقين. طيب أحلى ريحة في العالم. تمام. نكست بصل أخضر. طيب فطر عندنا الشامبينيون العادي. خلي لي الكبار عشان المعكرونه. رح اخذ الببيات. طيب نقطع عشوائي جدا الموضوع. علينا بهم. ندخل على الشيتاكي مشروم عشان نعرف ايش المود بالضبط. طلعوا قلب هيك زي السفنجة زي النار. التكستشر تبعه لحمي هيك جاي جد على لحم تقريبا. ريحته قصة. طيب ناخذ كمان واحدة وقت احطهم على جنب عشان اقدر اتعامل معاهم لانه زي النار. شو التقطيعة كيف هيك لحم جاي. انتي حلوة خليكي.
انت كمان حلوه. شو هذا؟ على فكره احنا عندنا بالاردن كثير مزارع للفطر. في نوع فطر اسمه اويستر، هداك يا الله ولا بنساعه. فكره لما كنت اشتغل بالمطعم، روعه روعه، ريحته مش عاديه. نزل حلوة. بدي أحط نتفة ملح وفلفل هلأ عشان أقدر أتحكم فيه ولا بعدين. أوكي، ما بدي أكتر عشان أحفظ خط الرجعة. طيب بدي أحط القاع. بإيش بدي أحط؟ مية الفطر. يا الله، روعة ولا أحلى من هيك. نحط زعتر وآخر إشي مرقة. المرقة اللي استعملتها مرقة فطر وخلطت معها مرقة لحم. طيب نجيب البلندر في احلى من هيك منظر. هلا بدي اخلي قطعه ما اخلطها عشان هيك ندوكر. هدول بدي اخليهم على جنب عشان ادوكر فيهم. بطلت اعرف احكي، برجع بعيد وبذكر دائما لما بنخلط اي اشي سخن بالبلندر بدنا نأمن الموضوع. هلا بدي انزل الكريم على الشوربه. اذا نزلتها هلا رح تفقس معي، فبدي اعمل اشي اسمه تمبرينج للكريمه، يعني علشان الكريمه ما تنصدم لما تنزل على اشي سخن وهيك يصيبها انفصام. بدي اهيئها. كيف بهيئها؟ باخذ كميه صغيره من الشوربه السخنه وبدير عليها من الكريمة. وبحركها. هيك الكريمة ما تفاجأت. وبنزلها هون فما بتفقس. اوكي، شو بدي اعمل هون؟ بدي احط نتفة جبنة بارميزان.
ونتفة لوز وبدي أحطها على السالماندر شوية عشان بس هيك تاخد لون وأقدر أدوكر فيها الصحن. أوكي طلعتها من السالماندر اللي هو بيسكلي بعطي لون من فوق. أوكي كمان واحدة عشان ما يحكوا عني بخيلة. نعمل هيكا وهون نفتت لنا كم من واحدة. بالعادة لما نيجي ندوكر أي صحن منحط من نفس المكونات اللي موجودة بالصحن علشان أي حدا رقم واحد وهو أهم إشي عنده حساسية من هذا الإشي يشوفه قدامه. مثلا ممكن مطعم ينسى يحط هاي المعلومة وهذا إشي قاتل ببساطة. يعني حطينا الشيتاكي مشروم بالذات عشان الناس يعرفوا انه في شيتاكي مشروم عندنا بالقعده. وهي السوب فينيتو. طيب تنظف وندخل على الباستا مش هتاخد معنا. اوكي بدنا نعمل الباستا تبعيتنا. رح تسالوني شو هي، رح احكي لكم بعرف هيك طلعت معي من راسي، بس البيس تبعها الاساس اللي بدي استعمله التركي بيكون. اذا في بيكون بيف بيكون احسن واحسن، بس انا هلا اللي لقيته تركي بيكون. نار حاميه، منقطع البيكون شرحات صغيرة كلها، استعمل كل البيكن. روعة. نارنا عالية منوزع. ما حطيت عليه اي اشي انه زيت او زبدة او اي اشي، نو ما بدي، بدي منه وفيه، بدي اياه يقرمش يقرمش على الاخر. فطول ما انا قاعدة عم بحرك في البيكن ما رح يمسك ويكرمل من تحت يعطيني هاي الطعم اللي بدي اياها. بدي ادشره لشوية هيك يمسك وياخد اللون اللي بدي اياه. ما مندير عليه اشي، لا مرقة لا زيت لا زبدة nothing. بدنا نحرقه. هي المرحلة بالضبط ما قبل الحرق. اوكي سكر النار، احط هدول على جنب، وبدي اروح اجيب الباستا علشان ارلها وابلش اشكل. غيرت البورد عشان اقدر اتعامل مع العجينه. يا عيني يا عيني. طحين
محلاكي. اوكي يلا نركب الفرادة. إذا ما عندكم هاي الديفايس عادي أنتم ممكن ترقوها بالشوبك، بس هاي صراحة بتريحني كتير. أنا بشبكها عندي على الكيتشن ايد. نركب. هلأ بنبلش يكون الفراغ هون أعلى إشي، بعدين بنضل نرقق نرقق. هاي ما بتنغسل، ما بيجي فيها مي، ريشة فقط. تمام فلة. طيب نكبسها هيك. أحلاكي. يلا بسم الله. مع نتفة طحين. هيك. شايفين كيف عم نحملها؟ لازم أوصل لليفل 4 أجملك، وأنا برقها. تمام؟ إذا بدنا نعمل أي نوع من أنواع المعكرونات اللي بدها طبقتين بنرقها بزيادة، بس أنا قسمتها بالنص عشان أقدر أتحكم فيها. نرول. اوكي باخد طرف كتير لانه هذا فاضي، ونفس الاشي من هون. الله هاي هاي جاهزة. هلأ بقطعها بس أحضر هاي. نشكل. سكينتي ماضية وعليها طحين. نفرهدهم. اوكي هاي اول وحدة، خليني اكمل الثانية وبرجع لكم. اوكي الباستا تبعيتي جاهزة، في اشي رقيته على 4 واشي رقيته على 5، يعني بصير ارق شوية. ذكروا الباستا هي الاشي الوحيد بكل المطبخ تقريبا اللي بينفش، ما بتقل كميته، بتزيد كميته لما باجي بسلقها. طيب خلينا نحطها على جنب. ميتي سخنة جاهزة، وهلا بدي ابلش اقطع الفطر. تذكروا حكينا بدنا الحبات الكبيرة، انتو كيف حابين تقطعوا عندكم.
قطعها من النص من هنا. لايتي زبدة، الله، زيت زيتون، ومننزل. فطر نزلنا تومة، أنا كتير بحب أقطعها انصاص واضحة تكون بالصحن. ليه؟ اللي ما بحبها بزيحها على جنب، واللي بحبها بياكلها. أنا هيك بحب. الباستا مية ملحة. ليه؟ لأني رح أستعملها. نزل الباستا، مية بتغلي، ملوحتها ممتازة، مننزل. زعتر، هلأ طليان عندهم إشي اسمه الدنتي، يعني المعكرونة إذا طلعت زي ما بابا بحبها دايبة نو، لازم يكون فيها قرشة بالآخر. أحلاكي دي سهلة. ملح، فلفل أسود، جبنة بارميزان. يا الله بساطة جميلة. خلصنا. يا الله ما أحلى البساطة، يعني أحلى وأخف دم من هيك صحن. I love it. باستا سريعة ما أخذتش معنا تكة. حلقتنا اليوم خلصت، بساطة وسرعة المفروض، ولا أحلى ولا أسهل من هيك. الدش بنفع يتعمل على الفطور أو على السحور. بتمنى أنكم تجربوه. بشوفكم بالحلقة الجاي معي أنا شيف نجود سعد الدين، برنامجنا خمس نجوم. باي.